فيها نطلع نقف عليها الاول نجرب الشغل بتاعنا اللي قاعد اقعد انا واقف وادي الاسطى محمود قاعد عليها كده انا وزني 100 كيلو والاسطى محمود 70 80 كيلو القعده الحديد شايله 180 كيلو بتشيل 450 كيلو قوم يلا كده القعده دي بتشيل 450 كيلو مفيش فيها اي مشكله اطلاقا نبدا نشغل الكومبريشن بتاعنا الميه شغاله معاك زي الفل مفيش فيها اي مشكله اقفل السيديان بتاعنا سوفت كلوز طبعا بعد ما بتخلص الرمضان كده طبعا السوفت كلوز لازم ينزل بالراحه عشان خاطر السدير ما يتكسرش او ما شابه الى ذلك. هات حته كرتونه ناشفه. ده هنا كده السدير السوفت كلوز بتاعنا قفل معايا زي الفل مفيش فيه اي مشكله. بتبدا بقى زي ما انت محتاج قفل اسمنت ابيض عشان خاطر الشكل النهائي يكون معاك لذيذ. والبلاطه دي بلاطه ناعمه، ففي بلاط بيبقى خشن اللي هو له تضليعات. فبتلاقي القعده فيها لفه صغيره ما تخافش منها ان البلاط ما يبقاش مطبع مع القعده، البلاط الملس احسن بكتير من البلاط اللي فيه تضليعات بالذات على القعده المعلقه عشان يديك بالظبط جدا جدا جدا. طبعا ايه؟ انا بحاول بحب اديها تحريقه سنه صغيره اللي هو يعني ايه لو انا اطمنت الدنيا معانا امان. هات الكرتونه دي كرتونه سيادتك ناشفه لازم احطها تحت القعده زي كده واضرب كومبريشن افتح المحبس طبعا عاملين محبس للصندوق الدفن تحت التويلت تحت الحوض طبعا الكومبريشن يملى وادوس على الكومبريشن مره واثنين وثلاثه عشان اتاكد ان القعده طبعا احنا ضمننا ان القعده شايله تثبيت كويس واضمن ان القعده ما فيش فيها تسريب كده انا اقول لك عيش على القعده ممتاز جدا جدا ولا فيها اي مشكله اطلاقا بالنسبه لحد ده. هنا كده القعده اشتغلت معانا اهي. تبص معايا على الكرتونه مفيش فيها اي تسريب اطلاقا بالمره. دي كده الكرتونه.